لهم. المنطقة أكيد راح نشيل السواد اللي عندكم عليهم كلنا راح نشيله. يلا اشرح شكرا. هنعمل جنجفكتومي للمنطقة اللي هون، نعمل تطويل السن يطلع شكله أحلى، سامة هوليود إن شاء الله. عندنا الرباعية كويسة هون، الناب كويس، بس هم الثنايا شوي قصار، يعطوا شكل أحلى إذا شلناهم. خصوصا إنه في شيء مظهر معيب شوي هالسواد اللي هون، هذا بس شلناه بيطلع شكله أحلى تسامته إن شاء الله. تحت ما في داعي للتعديل. أول سنين جنب بعض. خلاص. Thank you.